أهلا بكم من جديد في الآن. أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان اليوم أن الجولة الثالثة عشرة لمحادثات أستانا حول سوريا ستعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان في 1 و 2 أغسطس المقبل بمشاركة وفدين من العراق ولبنان لأول مرة. أضافت الخارجية الكازاخية في بيان أن التركيز الرئيسي للاجتماع القادم سيكون على مناقشة الوضع الحالي في سوريا، لا سيما محافظة إدلب وشمال شرقي البلاد، واتخاذ المزيد من التدابير لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة وتعزيز العملية السياسية، بما في ذلك تشكيل وإطلاق لجنة دستورية. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سلمان شبيب رئيس حزب سوريا، أولا معنا من دمشق. أستاذ سلمان، بعد التحية، يعني ما المتوقع من هذه الجولة الجديدة، خصوصا وأنها تشهد أول مرة وجود لبنان والعراق، وأيضا هناك ربما مجموعة من العناوين التي سبقت عقد هذه الجولة؟ تحية لكم ولمشاهديكم الأعزاء. بالتأكيد هذه الجولة تكتسب أهمية خاصة بعد التفاهمات التي يبدو أنها قد أنجزت بين الجانبين الروسي والأمريكي، وأيضا هناك نوع من التفاهم لكن بين روسيا وتركيا، لكن لا تزال لدينا شكوك كثيرة وعميقة تجاه الموقف التركي. ليس هناك حتى الآن مؤشرات تدل على أن الجانب التركي الذي هو يعني الفاعل على في منطقة إدلب، الذي هو يقوم بترسيخ المجموعات الإرهابية، تحشيدها، دفعها إلى شن هذه الهجمات المتلاحقة على مواقع الجيش السوري وعلى المدنيين، القرى المدنيين سواء اللاذقية أو حماة أو حلب حتى وإدلب. لازلنا يعني لا نعتقد بأن الجانب التركي سيقوم بتفكيك نعم أستاذ سلمان، يعني يبدو الصوت غير واضح بدرجة كافية، يعني استأذنك فيه الوجود في مكان ربما يتضح فيه أو يتضح فيه الصوت أكثر. طيب، قلت بأن هذه الجولة تكتسب أهمية خاصة، وخاصة أن هناك دول جديدة ستشارك بها. الأستان القديم بصفته القديمة أعتقد أنه استنفذ دوره وقام بتقديم كل ما يمكن أن يقدمه. الآن نحن نشهد انطلاقة جديدة وبآلية جديدة للأستان، يتوقع أن تنجز أو تكمل ما تم إنجازه حتى الآن. أنا أعتقد أن الخطر على كل المسارات السياسية أو التفاهمات يأتي من الجانب التركي تحديدا. نعم صحيح. أستاذ سلمان، على ذكر الجانب التركي وعلى ذكر الخطر الذي توقعته، هناك أصلا مطالب بإدراج مسألة تركيا والتدخل التركي وعدم التزام تركيا بتعهداتها ضمن أصلا المناقشات في جولة أستانا، يعني لأنه الجانب الروسي يبذل كل ما في وسعه، طبعا من نظر يعني هؤلاء الذين يقولون هذا من وجهة نظرهم، بأنه بيبذل كل ما في وسعه لإقناع تركيا بالالتزام بتعهداتها في سوتشي وفي كل المفاوضات، ولكن الجانب التركي لا يلتزم بهذه التعهدات. فهل متوقع مناقشة هذه المسألة تحديدا في أستانا؟ بالتأكيد سيتم مناقشة ذلك. الحكومة السورية أبلغت الجانبين الضامنين روسيا وإيران إنها لا تستطيع الصبر أكثر على الاستفزازات التركية وعلى الهجمات التي يشنها المسلحون بدعم واضح وربما باشتراك في بعض المواقع. في ريف اللاذقية منذ عدة أيام كان هناك اشتراك واضح للجيش التركي وفي دعم المجموعات الإرهابية في الهجوم على مواقع الجيش السوري، وهذا يكبد الجيش السوري شهداء وجرحى ويكبد المدنيين أيضا شهداء. لا يمكن استمرار هذا الوضع، لا يمكن السكوت أكثر على الموقف التركي المعادي لسوريا بكل وضوح. تركيا لها أطماع تحاول تنفيذها. الجانبين الروسي والإيراني أصبحوا في صلب الموقف الحكومي السوري، تم أبلاغهم موقف الحكومي، وأعتقد أن الضغط يكون أكبر
على الجانب التركي خلال السنة القادمة، وخلال الفترة الحالية أيضا يتم إبلاغ الجانب التركي بموقف الحكومة السورية وبأنها لا يمكن أن تصبر أكثر على هذه الممارسات العدائية التركية. أنا كما قلت الخطر على كل المسارات يأتي من الجانب التركي تحديدا، ربما الجانب الأمريكي لكن بصيغة أقل. تركيا هي يعني التي ذات الوجه العدائي السافر والممارسات السافرة العدائية ضد سوريا وضد مصالح الشعب السوري. أتوقع ربما أن يتم إنجاز كما قلت اللجنة السورية إطلاق عملها من خلال السنة القادم بعد أن تم التفاهم على بقية الأسماء. نعم. ربما أيضا سيتم تحديد آلية عملها وبعض الجوانب الفنية المتعلقة باللجنة السورية. أيضا موضوع إدلب سيتم بحثه بشكل معمق، وخاصة وجود جبهة النصرة الإرهابية وسيطرتها على محافظة إدلب سيتم بحثه بشكل معمق. ربما نأمل أن يكون هناك بعض النتائج الإيجابية من السنة القادمة. ماذا تتوقعون أو ماذا تتوقعون أو تنتظرون من الوفود الوفدين العراقي واللبناني؟ معنيين، كل دول الجوار هي معنية بالملف السوري. هذا الموضوع يتعلق أولا بالنسبة للعراق اشتراكه بإستانة مهام جدا، لأن داعش تنظيم الإرهابي داعش لا زال له بقايا تواجد سواء على الحدود السورية أو على الحدود العراقية. نحن نأمل من خلال السنة القادمة أن يتم تفعيل العمل السوري العراقي المشترك في محاربة داعش، وأن يكون هناك فتح للحدود، يعني أن يكون هناك فتح الحدود بشكل رسمي بين سوريا والعراق، لأن هذا مهم للجانبين السوري والعراقي. اشتراك لبنان أعتقد أنه يتعلق بموضوع النازحين السوريين في لبنان. ومهم أيضا بعض هذا الموضوع، وخاصة بعض الممارسات العدائية التي تظهر من بعض الأطراف اللبنانيين. هذا الموضوع مهم. سوريا تعمل بالتنسيق مع الجانب الروسي على إعادة النازحين من لبنان. بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ سلمان شبيب رئيس تحرير رئيس عفوا حزب سوريا. أولا كنت معنا من دمشق.